بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة وجمعة مباركة على الجميع. بدأ إن شاء الله الكتابة وبدأت الكتابة في قاموس عينين. بالإنجليزي طبعا 3 حروف Two Eyes Dictionary Tip. طبعا هذا القاموس على غرار صاحب كتاب العين الخليل بن أحمد، وسوف نتابع بسمالة، وبعدين عندنا 8 حروف أخرى كلها في الفاتحة وكلها حروف غير منقطة. ففي الفاتحة حروف منقطة وحروف غير منقطة. فنكمل السمالة من بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين عندنا الراء والحاء رح. بعدين عندنا الدال والعين دع. بعدين عندنا كو اللي هي الكاف، وإياك نعبد. بعدين عندنا الصاد والطاء. فلو وصلنا ل7 أحرف يعني الآن سمالة 5، ولو أضفنا حرفين كل مرة فيتكون عندنا 5040 كلمة. طبعا العالم الخليل بن أحمد رحمه الله في القرن الثاني الهجري وضع كتاب العين للبشرية، واستفاد منه حتى الكمبيوتر لأنه علم الاحتمالات، حتى الكمبيوتر استفاد منه. باستخدام الإكسل إن شاء الله نصل إلى 40 كلمة. أما في هذه الصفحة سمالة، يعني بس هذه الصفحة وصلنا إلى عدد كلمات لو نعدها، بينما بالإنجليزي ما في إلا كلمتين. اعتبرنا مس كلمة وآز كلمة، لأن الإس نحن نأخذها بدال السين. مثلا عندنا ماء 5 إلى هنا إلى ما، وعندنا 5، عندنا 5 كمان، وعندنا 22 كلمة. طبعا لسه ما انتهت التركيبة لأنه 5 كلمات تبدي 120 كلمة. احنا حناخد 80 أو 88 كلمة. لأنه مثلاً إحنا دخلنا على 3 كلمة من 3، لما ندخل على كلمة من 4
مثلا سلاسل خمسة كلمات، فتعطينا تركيبة يعني ممكن 20 ثانية أو أكثر. طبعا هنا في بعض الكلمات له مثلا وهل ولا تعتبر كلمة، وأل أل تدخل على الاسم يعني واحد يصير الواحد، أو أحد يصير الأحد. فإن شاء الله أول إنتاج حيكون 5000 كلمة، لأنه لو عملنا الثمانية الحالة تبقي 5000 كلمة. طبعا نحن حننتقل من الكلمات عشان نكتب الكتاب، فعندنا الثمانية أحرف اللي هي مأخوذة من الفاتحة. طبعا في 7 أحرف معاهم الفاء غير موجودة في الفاتحة، فهذه ما نستخدمها، يعني كل الحروف من الفاتحة. في مشروع هو اللي نتكلم عنه إن شاء الله، دور. طبعا دور تصير رود كمان، بس دور لها معنى يعني، اللي هي دين وقف قرض. دين وقف قرض. إنه هذا المشروع يعتبر مشروع وقفي، هيستمر لمدة 8 سنوات، بعدين يطرح للعام كأسهم. طبعا طالما المشروع وقفي فنستخدم الأوقاف في المساجد، يعني مثلا لو في أرض فتكون مسجد. فأتمنى أن يصير الأعضاء 5000. طبعا ممكن نخليها 400 دولار للناس اللي يتعاملوا بالدولار يعني دولهم، وتكون مثلا 400 جنيه، وتكون 400 ريال اللي هي استمارة المشاركة أو العبودية. طبعا استفيد الناس العمل، يعني في فرصة عمل، تكون الساعة من البيت 4 دولار، يخصم منها 40% للمشاركة، يعني زي التأمينات أسهل. وطبعا للإدارة وكذا، فعلى أقل شيء يوضع له 20% من أجر الساعات، يعني مثلا اللي اشتغل من البيت يخصم 40% يأخذ الباقي كاش. طبعا اللي يشتغلوا من البيت ممكن يخرجوا للميدان فتصير الساعة 8 دولار، وممكن نثبت نحن اللي اشتغل من البيت 2 دولار، واللي يشتغل برا البيت 4 دولار هي اللي تخصم. طبعا هذا المشروع دور للتغيير، يعني عشان الناس ادخار اموالهم وكذا. طبعا مشروع دور لما يعطي دين يعطيه للأعضاء وبدون فائدة. طبعا ما حد يستحق دين الا بعد سنة،
سنتين، فهو ادخار وكذا. طبعا في لجان وفي تأكد دين زي الكريدت كارد بس بدون فوائد، يعني مثلا أخذ مبلغ يقدر يسده في 8 أشهر بدون فوائد، ما سده يوقف الليمت. يعني مثلا واحد أخذته من $100 الليمت حقه، فزي كده يعني. طبعا اتعامل مع المسجد الوقف ومع الشركة، طبعا الشركة غير ربحية اللي هي مكة اسمها. وطبعا نحن بندعم الصحة، فتقريبا العمل للصحة وكيف الإنسان يستطيع إنه يعيش سواء في بيته أو في غير بيته بإذن الله، باتباع سميناها تلف الصحة، وهي تقنية ريمون فرانسيس. طبعا التقنية هذه وريمون فرانسيس كتابه اللي هو نيفر بي سيك أجين، نحن ما نترجم كتاب نيفر بي سيك أجين، يعني نيفر بي سيك. قد يكون الكتاب مترجم، ممكن ريمون فرانسيس نيفر بي سيك. فترف الصحة هذه يعني أهم نقطة فيها، إن الإنسان يعيش أثناء العلاج. طبعا نحن جربناها، يعيش في جو غير الجو اللي يعني مثلا ينام في السطوح ويعيش في السطوح. في طبعا نحن أجهزة ونظام وغرف حتنشأ إن شاء الله في المساجد وفي المولات وكذا. طبعا نحو إننا نعيش حياة أفضل، لأن معظم الأمراض بنقص التهوية نسميها الأكسجين. يعني من ندخل البيوت أو العمل المكاتب وكذا، وهنا ما تحسب بالمدة، يعني ممكن إصابة الإنسان بالمرض مدة ساعة. فالآن بيوتنا ما فيها تهوية ومخالفة للأنظمة، يعني الأنظمة العالمية يعني. وحتى المستوصفات والعيادات والمدارس وكل حاجة وأماكن العمل والفنادق كلها خطيرة جدا، يعني الإنسان طبعا هو 5 أسابيع بحيث أنه يتخلص الإنسان منه. مع امتناع عن أكل أشياء برضها مستجدة على الناس اللي هي الزيوت النباتية والخبز والسكر وأيضا في شيء رابع، طبعا أهمها الزيوت النباتية، يعني الواحد يوقفها طول عمره، يعني الأكل القلي كل والخبز. بس الخبز ممكن لو عمله بنفسه يعني يكون صحي، لأنه الخبز نفسه المعمول في السوق والمعمول عند الناس والعجين وكذا في الملح وفيه كمان ما في كشور وكذا. طبعا هي مدة 5 أسابيع بس مجرد،
والتجربة اللي صارت يعني على شخصين يمكن من 8 سنين راح عنهم كل الألم وكل الأمراض، وأصبحت يعني تقريبا كان ناقص عمره 20 سنة. أنا كنت يعني أنا وصديق لي عملنا الموضوع وكانت نفس النتيجة، يعني حتى نقص الوزن 15 كيلو من 2. الله يذكره بالخير كبيرنا الأستاذ فرج من الأردن، هو أكبر مني، بس كان تقريبا يعني لو أحد سواها ما كان في مكان فريش اير يعني فيه أكسجين، فكنا نحن في دبي في أكسجين في المكان اللي عملته، وكأنه سحر يعني. يعني أنا قوتي نقصت 20 سنة، يعني كأنه لما سويتها كنت يعني نقصت 20 سنة وإلى الآن. وبعدين حتى لما تركنا يعني صار الواحد يأكل أي حاجة الوزن ما زال والألم ما رجع. أنا حبيت أوضح عن الكتاب هذا العجيب اللي حيطلع، طبعا نتمنى إن الكتاب يخدم البشرية كمان، لأنه فيه حلول لكثير من المشاكل، مشاكل الماء والهواء. بعد ما ننتهي إن شاء الله من أقل شيء من 2000 كلمة نبدأ نكتب الكلام المنظوم. طبعا حناخذ كلمات من القرآن الكريم، يعني مثلا كلمة صبغة، الصاد موجودة في الفاتحة والباء، وكلمة حيوان مثلا وصف في الدار الآخرة إنها هي دار الحيوان. طبعا ندخل الجنة هذا من البشر من الناس، فالحيوان لها غير المعنى اللي نحن نقول حيوان يزعل الواحد، الحيوان كويس، هي دار الحيوان. هذه كلمة أهملت، وصبغة كلمة أهملت، من أحسن من الله صبغ. يعني جاءت الآية في تعظيم الأنبياء اللي اختارهم الله سبحانه وتعالى، النبيين، فهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أوقف هذا التسجيل عند هذا الحد، وإن شاء الله نتكلم عن الكتاب. هنا باللغة الإنجليزية حطينا الكلمات، مثلا سما حطينا سما بس ما لها معنى، سام لها معنى، مساء لها معنى، بس في الإنجليزي ما لها معنى. فاللغة الإنجليزية فقيرة في الثلاثي، حتى كذا في معظم الكلمات وحروفها هي مستجدة، مثلا سمارت هي كلمة مركبة يعني ما في شيء، يعني الإنجليزي يمكن ما كان في اسمه. و يعني كثير من الكلمات مستجدة، طبعا تعتبر لغة، يعني مثلا حرفين كمان في عندهم جو كلمة، بس تعتبر هذا منقطة، يعني ما في تقريبا قل ما تجد كلمة ما فيها تنقيط. جو طبعا القاف القاف منقطة، ونضيف إنه الفاتحة حوت جميع الحروف، يعني 13 كلمة 13 حرف غير المنقط، هذا يعطي حسب كتاب العين الاحتمالات يعطي يمكن 800,000 كلمة.
لها معنى. أنا هنا كتبت طبعا more than 80 meaningful words in Arabic هنا في هذه الصفحة، بس في هذه الكلمة سماها، بينما في الإنجليزي ما في. طبعا اللغات الثانية ما ندري يعني هل يتطبق عليها كتاب العلم، يستفيدوا الناس. طبعا نحن قلنا العينين لأنه فصلنا يعني زي تجديد لكتاب العين عشان يسهل، لأنه هذاك صعب. يعني صاحب كتاب العين قال تقريبا 2 مليون كلمة. طيب حتى في زمنه ما كان في كلمة مليون، قال ألف ألف ألفي ألف. فهو طلع في القاموس، طبعا هو أستاذ سيبوي، لذلك القواميس تجدها مجلدات. يعني كتاب العين هذا يمكن 20 مجلد، وكل كلمة محطوطة لها معنى، وفي مثلا حتى لو كان بدون استشهادات، بس لأنه بالاستشهادات لما تجيب من الشعر ومن كذا وكذا يوصل يمكن إلى 80 مجلد ولا أكثر. فتتكلم على فوق 800,000 كلمة عليها استشهاد. وطبعا نستغرب انه في واحد داخل او في تأليف الغناء ولا تأليف الغناء او هو مغني وما سمع، خاصة في زمننا هذا الحين لانه انتشرت الكتب وكذا. حتى كتاب العين انا قريته من النت، فاستغرب انه اي احد بيكتب حتى في الابداع، في سواء السرد المنظوم او الشعر الحر او طبعا دائما الشعر هذا يكتبون الناس اساس في فكره ومشكله يحل لها وكذا، يتكلم عن مشكله اجتماعيه، خاصه الاغاني الحين. فاستغرب انهم ما يعرفوا كتاب العين، يعني لو هذا اللي مختص في هذا يعرف كتاب العين يعني التاليف ما ينقطع. لكن الكتاب اللي عملناه اللي هو قلنا two eyes under eye، عينين تحت عين، فهو امتداد لكتاب العين، ما سوينا شيء غير الجهد هذا اللي نطلع الكلمات ونختار منها، نسوي ديوان إن شاء الله، ديوان يعالج المشاكل ونخلي الناس كده يعني تعود إلى الرشد. وإلى الهدوء، الهدوء مهم. يعني هذه عجلة الحياة وكذا ولا لا في الفاضي يعني على إيش؟ فالهدوء والتركيز مهم جدا، وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. طبعا لو استخدمنا الاستشهاد بالأحاديث كف، وأنا عندي موسوعة الأحاديث يعني بالحروف وكذا. فنحن ترتيب القاموس حيكون يعني أول حرف السين، ثاني حرف الميم، الألف، اللام، حسب الفاتحة. يعني أنت ما تحتاج عشان تفهم القاموس بس من حفظك للفاتحة، تراجع كده وتعرف. طبعا هنا أعطينا للحروف كمان ترقيم، فعندنا السين زد، وما استخدمنا أرقام، يعني استخدمنا صفر زد هذا بالإنجليزي أو صاد، تي الاثنين أو تي أو تاء وهكذا. في حرف عشان نبغاه غير منقط وكذا أو مو موجود، الخاء ده اعتبرناه إكس، خمسة يعني إكس، فهذه هي إكس آي فايف.
واعتبرنا عشان الفور بالاف فما يصير الخمسة بالاف طبعا الانجليزي الارقام بالانجليزي عشان الكمبيوتر او عشان الاكسل. شكرا.